مستمرين معاك يا كابتن ايمن. بدر بنون اول بطوله يمكن بقى بشكل رسمي بيشارك فيها للنادي الاهلي وفرحه كمان كبيره. بدر ضربه جزاء رائعه ومميزه، اداء كان مميز جدا بالنسبه لاول مباراه. حابب تقول ايه على اول بطوله بالنسبه لك مع النادي الاهلي كاس مصر؟ الحمد لله ده ثاني تتويج لي مع النادي الاهلي، بس زي ما قلت الحمد لله اول تتويج رسمي لي. كل الشرف انني نكون ضمن هاد اللاعبين. الحمد لله اللي ادوا منذ اسبوعين مقابلات كبيره، ثلاث مقابلات مستهلة، مقابلة أمام الزمالك في النهائي وبعدين نصف نهائي كأس مصر، واليوم يلعبوا 120 دقيقة. لازم نشكر اللاعبة ونشكر الجهاز الحمد لله على استغلالهم وجدية تبعهم. مبروك على جميع جماهير النادي الأهلي ومبروك رئيس نادي الفريق رئيس النادي، واتمنى ان شاء الله انها ما تكونش اخر بطوله ولازم نختم الموسم ان شاء الله بالالقاب اللي ننافس عليها ان شاء الله. كل ما بسجل مع لعيب منتظرين منكم كتير ومنتظرين منك كمان يا بدر تحديدا كتير. هتشتغل على نفسك ازاي الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه بتمثل لك ايه؟ لان لسه عندنا السوبر الافريقي ولسه عندنا السوبر المصري، الفتره اللي جايه بتمثل لك ايه يا بدر؟ ودي فتره مهمه وفتره في نفس الوقت تبقى فتره صعبه، علشان احنا عارفين كويس اللي ينتظرنا في المستقبل، ولكن الحمد لله دلوقتي في عندنا وقت شويه بين المقابلات، في وقت كافي لناخذ الراحه ان شاء الله، وبعدين نرجع للتدريب علشان نضبط امور السوبر ان شاء الله، والتتويج به ان شاء الله، واختتام الموسم ان شاء الله على احسن وجه. شكرا حبيبي.